دلوقتي انا شغال محامي، وممكن اعمل واحد مثلا سجل تجاري بتاع ضريبيه، فاتح مثلا محل بقال اي سوبر ماركت اي حاجه، تمام؟ فانا بعمل ورق عادي وطبيعي. فدلوقتي الراجل اللي انا بعمل له مثلا الحاجه خلصتها له، قال لي انا عاوزك ترفع لي قيمه السجل. فبقول له ليه؟ قال عشان اعمل كارد. فقلت له بس الكارد ده حرام وما ينفعش، هل انا عليا اسم؟ عليك اسم ومساعد على الاسم والعدوان. انا هفعله بس في السجل، انا مش هدفع له حاجه. مساعد على الاسم والعدوان. تمام.